السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات الطيبين والطيبات التونسيين والتونسيات وين ما كنتم. أهلا بكم إلى حلقة جديدة على شاشة الزيتون من برنامج مع مقداد موجة أخرى، ومرحبا بكم على الرقم الهاتفي الذي تجدونه أسفل الشاشة، وهو على ذمتكم من أجل أن نسمع منكم أخبار تونس، تعليقاتكم وأفكاركم ورأيكم، وشكر لكم على المواد التي ترسل إلى على واتساب على هذا الرقم، والتي تشكل بالنسبة إلينا مادة مهمة خلال كل حلقة من هذا البرنامج. أهلا بكم مجددا. نادي عكاشة كلام يعني ينسب لها، هي لا تنفي، لكنها تجد الصحفيين والصحفيات أو ينتمون لقطاع الصحفي هم المسؤولين على الإعلان على أنها تنفي. هي لا تنفي، لكن هي تجد من ينفي، هي تجد من يقول إن الكلام ليس من يدي عكاشة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ميم موقع يلخص تقريبا لنا خلفية هذه التسريبات ويذكرنا بعهد قريب غير بعيد، نشاهد ثم نتابع. حساب موثق على تويتر باسم مديرة الديوان الرئاسي السابقة التي فرت بجلدها من جحيم قيس سعيد بعد أن كانت شريكة له ينشر معطيات خطيرة. الحساب نشر على لسان عكاشة أن قيس سعيد قد طالب وزارة الداخلية بالتنصت على رئيس الحكومة وعلى قادة سياسيين وقضاة وغيرهم. عكاشة قالت أيضا إن رئاسة الجمهورية قد تجاهلت الطلبات التلقائية الصادرة عن عدد من الدول لمساعدة تونس وتمكينها من جرعات اللقاح أثناء تفشي وباء كورونا بغاية تعفين الأوضاع تمهيدا لانقلاب 25 يوليو 2021. عكاشة كشفت أيضا أن سعيد مكن مسؤولين أجانب من هواتف ومعطيات شخصية لعدد من القادة العسكرية تم استغلالها في التجسس عليهم عبر برنامج بيجاسوس. مديرة الديوان الرئاسي السابق لمحت أيضا لمحاولة سعيد التحرش بها جنسية خلال زيارة لبلد أوروبي. الحساب الناطق باسم عكاشة لا يمكن التثبت من وقوفها وراءه، تم إغلاقه فجأة، لكنه عاد ليعمل من جديد ويعد بنشر مزيد الحقائق الصادمة التي تعهدت عكاشة بالإفراج عنها. عكاشة كانت الشخصية الأكثر نفوذا في قصر قرطاج، توصف بظل سعيد وصندوق أسراره حتى استقالتها المفاجئة ومغادرتها البلاد. راجت تسريبات هاتفية صادمة لها سابقا من بين ما تضمنته تأكيد لإصابة سعيد بمرض نفسي مزمن، وهو ما أشارت إليه مجددا في إحدى تدويناتها التي أكدت عدم أهليته القانونية لتولي منصب الرئاسة. فهل تقف عكاشة فعلا خلف الحساب والتغريدات المنشورة عليه؟ مرحبا بكم، وكملنا اي والله كملنا تدوينات نادي عكاشة، نذكره يعني بالأهمية البالغة طبعا لمن يحب يغمض عينيه ولا يرى ظلام الانقلاب، اللي يحب يغمض عينيه ويقول بأن تونس في أبهى مراحلها، في تونس في أفضل حالاتها، في تونس في أفضل وضعها وأوضاعها، اللي يحب يغمض عينيه ويحاول بس يغمض عينيه، ربما تدوينات نادي عكاشة وما فيها من الجرعات غير قادرة على إيقاظ ضميره. إذا الضمير هذا راقد من الصعب جدا أن ينجم يفيق بعد كل المسار الذي قطعناه من الجوع
والتفقير وعار العار، عار التسول الدولي والتدخل السافر في شأننا، وإيطاليا عراب الانقلاب في أوروبا وفي الأفمي، وأصبحنا نحتاج إلى وسيط يأتينا بالخبز. كنا نأخذ الخبز من قبل ممكن بالتسول وبالقرض، لكن الآن أصبحنا نتسول وما يعطوناش الخبز، فنضطر إلى وسيط في التسول الدولي وهي إيطاليا التي تحتاج إلى شرطي على البحر طبعا تفاوض به أوروبا، وهي الغارقة كذلك اقتصاديا وفي أزماتها تتخبط، تحتاج إلى شرطي تونسي تفاوض به ويكون ورقة تفاوض من أجل تعزيز وتحسين شروط التفاوض مع أوروبا لأجل مصالحها. شوفوا أحوال التوانسة في لامبيدوزا وفي إيطاليا، وشوفوا ما علاقة اجتماعات المنقلب بجورجيا بينوني، أين يوجد التونسيون، أين يوجد الضحايا الذين ينتحرون 3 في أسبوع في جنوب إيطاليا، أين توجد مشاكلهم وعملية تخديرهم بأدوية ممنوعة في إيطاليا، الموقوفون هناك في جنوب إيطاليا. وين إذا كان جت مصالح تونس موجودة فلا شيء غير مصالح إيطاليا مقابل حفنة من القمح تاكلها يا جيعان، ثم تقوم غدا أجوع، ثم تتسول، ثم نطلعوا لك الشروط ونهبطوك السيسموا، ومن بعد نهبطوك إلى أسفل السافلين، وانت ابقى غرد وقول بأن أمك صنفة ما عندهاش مكان بيننا، واحكي على السيادة النظرية وانسى السيادة على الأرض. شوفوا تدوينات نادي عكاشة، خلينا نعمل مراجعة صغيرة عنا ما نقولوا فيها. تلقيح خلال موجة الكوفيد الأولى وتألمت، قال تلقيح خلال موجة الكوفيد الأولى وتألمت في صمت عندما كنت أرى تونسيين يموتون كل يوم إرضاء لكبرياء شخص مريض يترقب قدوم اللحظة، لأن اللحظة آتية لا ريب فيها، تقصد لحظة الانقلاب لهنا، هذا يعني توجيه تهمة القتل العمد للمنقلب ومن كان معه. تفضل من بعد. تآمرت على أمن بلادي عندما صمت عن محاولات التحرش الجنسي خلال زيارة دولة لبلد أوروبي من حامي الدولة والدستور والأرض والعرض. تحكي على تحرش جنسي، تحكي على تحرش جنسي، ها؟ تحكي على تحرش جنسي امتحام الدستور والأرض والعرض. نعم، تآمرت على أمن بلادي عندما طلب مني السكوت عن الأذى، وما طالني من تشويهات ممن مول الصفحات الفيسبوكية للحملة الانتخابية. يعني الحملة الانتخابية قلت لكم بمئات الآلاف من الدولارات، معناها قالت تألمت في صمت لمدة سنتين لكي تنكشف الخديعة الكبرى امتاع الكابوسة ودبوزة الماء. هذه نادي عكاشة تتكلم ولا تنف، اما مش تلقى صبايحية مش تلقاهم هما اللي ينفوا كلام نادي عكاشة ويضربوا بالطاولة اكثر من نادي عكاشة لانهم عندهم مصالح. اخيرا تقول تآمرت على امن الدولة بقبول العمل الى جانب رئيس الدولة وقائد القوات المسلحة فاقد الاهلية القانونية، يعني مريض، يعني ما هوش ياكل في دواه، يعني في حالة عصبية خطيرة، يعني مهدد بأزمة صحية عاصفة، وهو عين الكلام الذي جاء في تسريبها الصوتي. ثم تقول اليوم أعترف بتآملي على أمن الدولة. هاو التآمل على، هاو التآمل على قواعده، هاو الاعتراف بالتآمل. تآمرت على أمن الدولة الداخلي والخارجي وأطلب من النيابة العسكرية أن تحاكمني لجملة الأفعال المنسوبة إلي أعلى، وسأعترف بأي حكم في حقي حتى ولو كان بالأعداء. ثم أيضا نواصله، يكفي لهنا. يبقى السؤال، علش النيابة العمومية تجد اعترافات مدوية، تجد اعترافات من ساكنة القصر، من معينة الوزراء، من حاكمة تونس، من ظل قيس المنقلب، من ظله الذي كان لا يفارقه، ها؟ وهي تعترف. كيفاش النيابة العمومية، كيفاش قضاء المنقلب بالقضاء الوظيفي يسمع اعترافات بالتآمر على هذا النحو؟
وحسب رأيك من هذا، هل أن الحصانة متاع المنقلب تخليه بعيد على البحث وبعيد على التحقيق، حتى وإن كان الجرائم متاع قتل الشعب وإباته وتغييب وحجب التلقيح المتوفرة والمطروحة والمقترحة والمقدمة على شعبه وقطع الطريق أمامها من أجل قتلك اللحظة المواتية، لأن اللحظة المناسبة آتية لا ريب فيها، وتقصد اللحظة التي قال فيها المنقلب شاء الله وشاء 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 شيطانه، شاء شيطانه المدنس، لكن ينسب هذا الأمر لله وللتاريخ، شاء الله وشاء التاريخ. كيف للنيابة العمومية أنها تحجب، أنها تغمض عينيها على حجم الحقائق المدوية التي لا تأتي ببحث وتحقيق وتحليل وتساخير وتحاليل وأذون قضائية، تأتي باعترافات، والاعتراف سيد الأدلة كما يقول الأولون. فكيف لقضاء سعيد أن يغمض عينيه على هذا الكل وما يخافش القضاء، بأنه يأتي يوم القضاء سيقاضى القضاء لأنه أغمض عينيه على هذه الجرائم الفظيعة، جرائم متاع قتل وإبادة 25,000 تونسي، ولا يحرك القضاء، لا يحرك القضاء أي دعوة، أي دعوة. ريتوا قضاء المنقلب محلاه، ريتوا الدولة التونسية محلاه، ريتوا قدركم وقيمتكم يا توانسة، ما كنتم مجوعين أصبحتوا جوع، كنتم مجوعين، كنتوا تقولوا ثم شكون يجوع فينا، الآن أنتم جوع حقا، لا تحتاجون إلى تجويع، كالمريض لا يحتاج إلى من يمرضه لأنه هو مريض، الآن أصبحت حقيقة وصفة مطلقة، بل عنوان هذا العام الفايت هو عنوان الجوع والطوابير متاع الفضيحة اللي تصورها تغزو العالم في ومضة سياحية رشيقة تزين تونس وتعطيها الهيبة الكرتونية البهيمية الحيوانية الحمارية، تعطي تونس الهيبة بين الدول وبين الأمم. في بالكم أنه حضوره في جامعة الدول العربية وكسلام وكتصاور هو الهيبة؟ رأي هذه تصويرة قديمة، هذه تصويرة الهيبة، هذه صورة قديمة صنعها الإعلام النوفمبري، أكلية متاع صانع التغيير وحامل حماة والدين، واللي كيطار بن علي ولا يحكي على الثورة ولا يلعن تلك الأيام، ولا لطفي الأنفاق يعتذر من الشعب التونسي على جرائم التضليل التي قادها ونفذها بحق الشعب التونسي طوال عشرات السنين. قال خدمنا تحت امرته، قال خدمنا تحت امرته، هذا وضعكم وهذا وضع تونس، لكن يحتاج الى صراحة. السؤال مرة اخرى، هل ان كلام نادي عكاشة يعطي اضافة ام ما فيش حتى اضافة نعرفوه الشيء ذايا، وقاله كثير من الناس قالوه، اما ربما عندما يأتي هذا الكلام من نادي عكاشة بعض الذين ما زالوا يلوجوا على النور يوصل لقلبهم، لعل الله عز وجل يأخذ بأيديهم ويوقظ ضمائرهم إذا صح العزم منهم وإذا خلصت النوايا فيهم، واللي يلوج على الحقيقة. أما الذي يعرف الحقيقة ويغمض عينيه ومن يضلل له فما له من هاد. أنا